اللاعبين كلنا كاع اللاعبين راهم يشكون من هذه الوضعيه اللي ملينا منها فرانشمون سي لاسا كرهنا من هذه الوضعيه وان شاء الله ان شاء الله يلتفتوا السلطات والمسؤولين من هذه الوضعيه الكارثيه اللي تعيشها الكره اليد الجزائريه العام لعبنا ان موات كومبيتيسيون العام اللي فات دونك هذا الشيء اثر على المردود تاعك ديجا كفريق وكلاعبه تحسي سي با فاسيل باش تحافظي على المستوى تاعك مي بون الحمد لله حنا ونا يو لا شونس مع الفريق تاعنا يعني ما حبسناش التدريبات عندنا شحال ما كيما دوكا من جويي وحنا نترينيو والعام اللي فات كيف مالغري كو اون افي با دو كومبيتيسيون بصح ونترينينا دونك الحمد لله كان عندنا هذه الفرصه باش نقعدوا شويه في لو بان تاع لي زونترينمون صح كانت واعره بزاف مي كنا نجو كنا نترينيو وما حبسناش كاع بوندون كاع هاد لي دو زون دونك Je dirais que Mzia, les responsables tawana kanu hna ma khlawnach ga ils nous ont pas laissé tomber kuna njou n'entraîné ou kuna khalsin donc ma khlawnach ndiou donc ma les entraîneurs tawana khdemna préparation physique dernaha les entraînements tawana dernahom c'est vrai que c'est pas assez ما يكفوش باش تلحق تربح لا كوب عرب مي اون سي دوني ا فون و لي الجيريان معروفين بالقلب اون سي عطرنا القلب كاع واش قدرنا مي سيتي مالوغوزمون با اسي دونك سي سا